هاد الايام قررت الحكومه بدون اي تشاور او حوار باش تخلي الساعه ديال التوقيت الصيفي، اي ان المغرب ما غاديش يبقى في توقيت غرينتش وغادي يولي ديما زايد ساعه. هاد القرار تم التبرير ليه من طرف رئيس الحكومه ومن طرف الوزير المنتدب المكلف باصلاح الوظيفه العموميه والاداره محمد بن عبد القادر، بوجود دراسه غادي تخلينا نربحوا ساعه ديال الضوء ونقصوا من استهلاك الكهرباء وفوائد اخرى. المهم هذه الساعه هي ساعه صيفيه، عممناها الان في طيله السنه بسبب انه في الصيف في الصيف هذه الساعه داكشي علاش دارت في جميع انحاء العالم تقريبا، والنقاش اليوم عالمي ماشي فقط وطني، هو كتفيد في تخفيض الاستهلاك ديال الكهرباء والاقتصاد فيه. لكن بالطبع الحكومه ما خرجت حتى شي دراسه وحتى شي ورقه بحث، وداكشي كيبقى غير هضره بدون اي دليل. بل حتى فاش مشات مجله تلكال وسولت الوزير فقال لهم ان الدراسه مازال خدامه ومازال ما تسالاتش، وان الدراسه ما كانش فيها توصيه باقرار التوقيت الصيفي طيله السنه. بينما اذا جينا نشوفوا الدراسات العلميه ديال بصح في هذا المجال، دراسات اللي داروا على مدار سنوات من البحث، فحسب دراسه دارها عالم الاقتصاد ماثيو كوتشن من جامعه كاليفورنيا في استعمال التوقيت الصيفي في ولايه انديانا اللي بدا في 2006، وبدل ما نشوفوا انخفاض في استعمال الطاقة كان ارتفاع بنسبة 1%، أي بقيمة 9 مليون دولار، حيث البلاط ديال الضو ما بقاتش هي العامل الكبير في استهلاك الكهرباء، يعني توفير ساعة ديال الضو ماشي شي حاجة كثيرة. أي حتى إذا نقصنا في استعمالها فغادي تزاد في استعمال المبردات في الصيف والشوفاج في الخريف، وتزاد في استعمال الطاقة. وهادشي علاش حتى في ولايات بحال ولاية أريزونا في أمريكا اللي عندهم جو سخون بحال المغرب، فما كيديروش هاد الساعة الصيفية، حيث غير غادي تزيد عليهم في استعمال الطاقة بدل ما تنقصها. أما عدم تغيير الساعة اللي قالوا في البلاغ ديال الحكومة فهي حاجة مزيانة، حيث بعد تغيير الساعة كيوقع اضطراب صحي عند بزاف ديال الناس. فمثلا لقوا أن كاين تأثير بين إضافة ساعة وبين ارتفاع حوادث السير وبين ارتفاع نسبة الإجهاض عند النساء اللي حملات، وكاين حتى التأثير على ارتفاع السكتات القلبية، وهذا التأثير مازال غادي نشوفوه نهار يبدلوا الساعة مرة أخرى في رمضان اللي غالبا غادي يديروها. المهم مزيان ان البلاد تكون عندها ساعة واحدة، لكن اللي ما مزيانش هو ان الدولة تخلي التوقيت الصيفي، اي ان المواطنين غادي يعيشوا بواحد الايقاع مختلف على الطبيعة اللي دايرة بهم اللي تتحدد بالشروق والغروب. اما السبب ديال التغيير فماشي شي دراسة او رغبة من الحكومة باش يخليوا المواطنين يربحوا فوائد صحية، لكن السبب الوحيد اللي كيجيني في بالي هو ان الاتحاد الاوروبي بغى يحيد التوقيت الصيفي، والمسؤولين ديالنا قالوا لي تيستغلوا الفرصه باش يقربوا من التوقيت ديال فرنسا باش نسهلوا الامر على السياح وعلى شركات الاوفشورين والشركات الفرنسيه والاوروبيه اللي خدامه في المغرب. هذه الاضافه ديال ساعه غادي تخلينا في نفس التوقيت مع بولونيا وهنغاريا اللي بعاد علينا ب 3200 كيلومتر من جهه الغرب، اي ان الشمس غادي تشرق عندهم في 6 الصباح، حنا غادي تشرق عندنا حتى ل 8:30. ودابا رجع بيننا وبين العراق اللي بعيد علينا 5000 كيلومتر غير ساعة، هو وسوريا والدول ديال الشرق الأوسط، وهادشي غادي يتسبب في نقص في ساعات النوم عند الناس اللي موظفين وحتى التلاميذ، وبنادم غادي يبدا يمشي للخدمة في الظلام، الاحتمال ديال الكريساج غادي يتزاد. وحسب دراسة داروها في اليابان على 4000 عامل على مدى 14 سنة، هادوك اللي نقص لهم عدد ساعات النعاس ولو بساعة كان عندهم احتمال كبير بزاف، أكثر من تقريبا 500% باش تجيهم سكتة قلبية. اما دراسات اخرى في 3 ولايات امريكيه بينات ان المراهقين اللي كيدخلوا يقراو بكري فما كينعسوش مده كافيه، اي عندهم احتمال كبير باش يجيهم الاكتئاب وكيوليو يستعملوا المخدرات، بينما المدارس اللي كيبداو معطلين شويه مع التسعود وكيخليو التلاميذ ديالهم ينعسوا اكثر فكيتحسنوا النتائج ديالهم مقارنه مع المدارس الاخرى. وحتى في نسبه الحوادث ديال السير ديال المراهقين اللي بين 16 و18 عام فنقصوا ب 70%. وكاينه واحد الدوله اللي عندها نفس المشكل ديال هاد الساعه الزايده، هذه 78 سنه ومؤخرا نهضه قرباله باش يتبدل هذا الامر، وهاد الدوله هي الجاره اسبانيا، حيث في 1940 وكعربون على الصداقه مع هتلر والمانيا النازيه، فرانكو غادي يبدل الساعه ديال بلادو من غرينتش للتوقيت ديال المانيا اللي هو غرينتش زائد ساعه، وهذا الشيء اثر على الاقتصاد ديالهم على طريقه عيش الصبليون، حيت النهار ديال الخدمه كيبدا معطل عندهم مقارنه مع الدول الاوروبيه الاخرى، وعندهم ساعات عمل طويله. وغير في شهر 3 من هذا العام رئيس وزراء اسبانيا وصف هذا البلان ديال ساعه زايده بالتخربيق في الخطاب ديالو، وعطى
دعوة الفرقاء السياسيين باش يتفقوا باش يرجعوا اسبانيا للوقت الاصلي ديالها اللي هو غرينتش بحال البرتغال والانجليز والمغرب سابقا. وحتى مجلس النواب الاسباني دعا باش يرجعوا الساعه القديمه حيث غادي يبقى للمواطنين الوقت باش العائله والاوقات الفراغ بعد ما يساليوا الخدمه في الليل، وغادي يبداو ينعسوا بكري ويفيقوا بكري، الشيء اللي غادي يزيد من مردوديه العمل. والمهم هو ان ما بقاش لهم بزاف ورجعوا للتوقيت العادي حيت تم التصويت على هذا الامر بالاجماع في اللجنه في مجلس النواب، وغادي يدوزوا للتصويت والمصادقه عليه قريب. اما احنا في المغرب الحكومه او الجهه المسؤوله على التغيير بغات دير لنا مشكل دائم يقدر يكون خيب من مشكل الصبليون، حيت حنا جايين في الجنوب ديال اسبانيا، يعني غادي ياثر علينا اكثر على الصحه على مردوديه الانتاج، غير باش نخليو الشركاء الفرنسيين فرحانين، بينما المسؤولين في دول اخرى بحال اسبانيا كيحاولوا يتخلصوا منه باش يحسنوا شويه من المعيشه ديال المواطنين ديالهم. والمضحك في الامر هو ان القرار حتى هو بحال قرار التجنيد الاجباري تدار بدون اي مشاركه سياسيه من احزاب او مجتمع مدني، بل حتى البرلمانيه الحزب الحاكم ديال العداله والتنميه داروا سؤال في البرلمان تيسول الحكومه اللي هما كيقودوها علاش ما تمتش استشاره ديال المواطنين في هذا القرار. وفي الاخير يجي يقول لك صوت باش دعم الخيار الديمقراطي، بينما غير كيساليو من مسرحيه الانتخابات ما كيبقى تبان لنا لا ديمقراطيه لا والو، وكتحس بحال البلاد دايره بحال شي تران غادي في اتجاه نفق مسدود، هادشي دا ما قلبوش التران في الطريق من قبل. المهم شكرا على المشاهده، واذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم وسبسكرايب للقناه.